الدكتور نبيل أمين أحمد المهيري أستاذ جراحة بكلية جراحة العامة أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس. أنا سعيد في البرنامج ده إن أنا أحب أوجه فكرة لزملاتي وأخواتي وأبناء الطلبة والدكاترة. حاجة مهمة قوي، لازم واحدة من أهم أعمالنا إن إحنا نشخص العيان أول حاجة، لازم نشخص العيان، ولما نشخص العيان لازم نقول له إيه البروجنوزس، يعني إيه اللي هيحصل ليه بنتيجة هذا المرض اللي هو بيعاني منه، وإيه طريقة العلاج اللي مطلوبة من العيان إنه يتبعها، وكمان إيه نتيجة العلاج. يعني مثلا أحب دايما إن أنت تفهم إن العيان حاجة زي الناس اللي عندهم ضغط عالي، إن الضغط العالي بنقدر نتحكم فيه لكن عمره ما هيخف. يعني مش ممكن أبدا إن العيان ضغطه بقى 120 على 80 إن إحنا معناها إنه يبطل الأدوية، لأن عيانين كتير بيعتقد إنه ما دام الضغط مظبوط مثلا لمدة سنة أو 3 سنين إنه خلاص يبطل العلاج، أو إن عيان عنده مثلا إسكيميا في رجله وعملنا له عملية ورجله خفت إنه بعد مثلا 10 سنين يقدر يبدأ يشرب السجاير مرة تانية. فدي واجب من واجباتنا إن إحنا نقول للعيان إيه البروجنوزس وإيه الكومبليكيشنز وإيه اللي هيحصل نتيجة لها وإيه اللي مطلوب من العيان يتبعه. دي أول نقطة مهمة قوي. النقطة التانية اللي بلاقيها مهمة جدا جدا، إن أنا دايما أما أشرح للعيان العملية، إحنا ما عندناش عمليات أبدا نتيجتها 100 من 100، فبالتالي لازم نقول له إيه المضاعفات اللي بتحصل نتيجة التدخل الجراحي اللي إحنا بنعمله وإيه اللي إحنا نقدر نعمله. يعني زي ما أنتوا سمعتوا قريب، كان في العيان اللي جه وحالة القلب تعبانة وعنده جلطة حديثة في القلب ودخل معهد القلب. واحدة من الغلطات إن الدكاترة ما شرحوش لأهل العيان وللعيان نفسه إن حالته خطيرة وإن هو يمكن يتوفى نتيجة حتى التدخل أو بدون التدخل. حاجة زي كده بالظبط كانت مهمة. تلاقي ناس كتير قوي تهيأله، يعني أنا شفت مرة واحدة ست سنها مثلا 95 سنة، ست كان عندها مشكلة تانية لكن جات في وقت من الأوقات خلاص مش راضية تاكل ولا قادرة تشرب، فالدكتور حط لها رايل تيوب. أهلها طوالي اتهموا الدكتور إنه هو موت العيانة نتيجة إن هي ماتت بعد ما ركب الرايل، أو إنه ركب قسطرة العيانة. طبعا ده كلام مش مظبوط، لكن ده شغلتنا إن إحنا لازم نشرح للناس هذه الوضع ونقول لهم إن دي ما بتعمل. من الحاجات الكتير قوي إن العيانين كانوا أما أجي أعمل لهم الأرتيريو فينس فيستولا فور الشنط يقولوا لي العيان هيتحسن، بقول لهم العملية دي ولا تحسن العيان ولا تخلي حالته تسوء، هو زي ما هو بالظبط. دي كلها بتسهل لزملاتنا أطباء الكلى إنهم يعملوا الغسيل الكلوي. فبالتالي مهمة قوي الاتصال دايما بيننا وبين العيان. عدم الاتصال ده هو اللي بيؤدي دايما إلى الخلافات بين الأطباء وإنها توصل للمشاكل وقد توصل كمان إلى المحاكم. ده اللي أحب أقوله للزملاء الأطباء.